مسجد السلطان الحنفي تحفة معمارية رائعة أنشأه قديما الشيخ شمس الدين أبو محمود محمد الحنفي بجوار داره بحي السيدة زينب سنة 817 هجرية كما قال المقريسي. عاش سلطان شمس الدين الحنفي 72 عاما وكانت له مدرسته في تفسير القرآن الكريم، وقد أطلق عليه لقب سلطان لأنه كان صاحب مكانة كبيرة في ذلك الوقت، وكانت لديه كلمة مسموعة لدى الحكام، وكان وجيها في أخلاقه، ترك ما لا يليق، ولم يكن أحد من السلاطين أن يأمره، بل كانوا يتقربون إليه بالهدايا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لمكانته العلمية وهيبته. أما المسجد فيتكون من أربع وجهات حجرية ودخلات رئيسية بكل منها فتحة شباك من الخشب المخروط، وهناك باب مؤدي إلى السبيل والكتاب وباب يفضي إلى الردهة المؤدية للمسجد والضريح. ويتوسط المسجد من الداخل قاعة مربعة تغطيها قبة حجرية وبه أربعة إيوانات ذات عقود مخموسة. كان الهدف من بناء المسجد هو الصلاة، وأن يقوم الشيخ شمس الدين محمد الحنفي بإلقاء دروس في الدين الإسلامي للناس، وكان المسجد مكانا يجد فيه الفقراء مأوى وطعاما وشرابا، وأيضا كان مجمعا علميا تخرج فيه الكثير من العلماء والدعاء.